including bleeding, bleeding susceptibility. يعني الشخص الاعتيادي من ينجرح من يتعرض للتروما قد يحدث عنده نزف بسيط ويلتئم spontaneously، لكن هذا المريض عنده bleeding disorder. فإحنا لازم نفهم إيش الهيموستاسيس. Hemostasis is the process of blood clotting in area of a blood vessel injury. Hemostasis يعني عندنا هو تكوين الكلوت في مكان الانجري. The main component of hemostasis process are the blood vessel. يعني نحن نحتاج يكون اكو blood vessel طبيعي وplatelet وcoagulation protein anticoagulant protein and fibrinogenic system. هذه اذا موجودة في الجسم بصورة اعتيادية الشخص ما راح ينزف، لكن إذا صار خلل في أحد هذه الأشياء أو في كلها أو نقص فيها راح يصير عنده bleeding disorder أو bleeding susceptibility. Most common type of bleeding disorder اللي نشوفه هو الهيموفيليا. عندنا هيموفيليا A اللي هي factor 8 deficiency، هيموفيليا B factor 9 deficiency. الهيموفيليا سي فاكتور 11 ديفيشنسي. المود اوف انهيرتنس ات از اكس لينكد ريسيسيف ديس اوردر، لكن مع هذا نشخص حالات اصلا ما موجود بالعائله ولا بالعشيره، ولكن الشخص عنده حاله هيموفيليا فنقول يجوز هذه سبونتينيوس ميوتيشن، لانه نسبه 30% كود بي سبونتينيوس ميوتيشن. الإكس-لينك ريسيسيف ديسوردر عادة تصير بالميل، الفيميل تكون كارير، لكن إذا شخصنا هاي الأمراض بالفيميل نقول through lionization of the X chromosome. أبو هايبوثيسيس نسميها lionization of the X chromosome. Some female carrier of hemophilia A or B have sufficient reduction of the factor 8 or 9 to produce mild bleeding disorder. يعني هي ما جت كارير وإنما جت مصابة صار عنده bleeding disorder. ليش؟ lionization of the X chromosome. شو معناته؟ من يعرف يقول لي إيش معنى lionization of the X chromosome؟ هاي hypothesis إشني اللي تصير بحيث الفيميل تجينا مصابة وليست كارير. شو معنى lionization of the X chromosome؟ إيه يعني عافية، هي ما silent وإنما inactive. نقول عليها inactivation. Inactivation of one of the X chromosome، ما تمام؟ فظل عند X وحدي حال الميل، ما تمام؟ فتظهر عليها الإصابة. The clinical manifestation of hemophilia. The bleeding symptom may present from birth، يجوز جاي ينزف من الأمبليكال كورد، أو أحياناً intrauterine. About 30% of male bleed with circumcision. يعني ولهذا من ناخذ الهيستوري من يجينا شخص ونفكر بأنه هذا عنده bleeding disorder نسأل الأم، هذا من جاء عالدني وقصينا الحبل السري، قصيت من الحبل السري، صار عنده نزف أو لا، إذا هو ميل وكن عمل circumcision نزف أو لا، وإلى آخره. هذه مهمة. The bleeding severity depend on degree of the factor deficiency. فإذا كان الفاكتور أقل من 1% من الطبيعي راح يصير severe hemophilia، وأبو السيفير هيموفيليا ينزف with minor trauma. إذا كان الفاكتور 1 إلى 5% من الطبيعي من نسبة الفاكتور، هذا moderate هيموفيليا ويحتاج moderate trauma to induce bleeding. لكن إذا كان الفاكتور عنده فاكتور أكثر من 5%، فهذا يسمى mild هيموفيليا، فيحتاج significant أو severe trauma حتى يصير عنده bleeding. The severity of bleeding تعتمد على level of the factor. أقل من 1% severe hemophilia، 1 إلى 5% moderate، أكثر من 5% فيكون mild hemophilia. The hallmark of hemophilic bleeding is hemarthrosis. أكثر نزف يصير عندهم بالjoint. نزف bleeding in the joint يسمونه hemarthrosis. In young children the ankle joint are involved. متعرفون الطفل يبدي يمشي ويتحرك فالانجل جوينت يكون اكثر، لكن من يكبر اكثر يصير القلب والني. Repeated bleeding in the same joint يسمونه target joint.
فهذا إذا ما تعالج وما أخذنا الإجراءات الوقائية والعلاجية والفيزيوثيرابي وإلى آخره راح يصير crippled، هذا الجوينت يتحطم. life threatening bleeding هون اللي يهمنا، يعني أبو الهيموفيليا إذا صار عنده نزف بالعضلة، نزف بالجوينت، نزف بأي مكان من جسمه not life threatening ممكن اتخاذ العلاج، لكن life threatening bleeding هذا كلش نخاف منه. أشنو life threatening bleeding؟ إذا كان بالفايتال ستراكشر مثلا بالسي ان اس أو around the airway بالجي اي تي أو other internal organ مثلا قد يكون بالكدني أو اليوسوس مصل، هذه ما صار بليدنج في هاي المناطق هذا نسمينه life threatening bleeding. differential diagnosis in young infants with severe bleeding manifestation the differential diagnosis include، يعني مريض جاء ينزف ايش الديفرنشال دايجنوزيس قبل ما نعمل له لابوراتوري انفستيجيشن بيفور بروفينج ذا دايجنوزيس، نقول اما سيفير ثرومبوسايتوبينيا جو جماعه الاي تي بي او سيفير بليتلت فانكشن ديس اوردر بليتلت ديس فانكشن مثل البرنارد سولير سيندروم وجلانس مان ثرومبوسينيا والتايب 3 فون فولبراند ديزيز، ايضا ايضا هذا ديفرنشال دايجنوزيس اوف هيموفيليا والفيتامين كي ديفيشنسي، هذا المريض اللي جاء عنده نزف ممكن تكون هذه الديفرنشال دايجنوزيس. لابوراتوري انفستيجيشن ايش دي؟ انت من المفروض ابعث لكم انزل لكم يمكن انزل لكم هي اليوم ايضا ملزمه بعنوان كلينيكال اند لابوراتوري ايفالويشن اوف هيموستاسيس، هاي اذا قراتمها راح تفتهمون السكيدجول اوف هيموستاسيس وتفتهمون الكواجوليشن سكيدجول وتعرفون اذا صار برولونجيشن بالبي تي وبالابي بي تي والى اخره، هذه ملزمه معها معها اللابوراتوري انفستيجيشن اوف بلاد ديزيز، فهاي مسانده او مساعده. هل بالخامس انطيكم هي وبالسادس ايضا ننطيها لانها مهمه. بالهيموفيليا الاي بي تي تي از برولونجد ليش؟ الانترنسك باث واي از افكتد، البليتليت نورمال، البلينينج تايم نورمال، بروثرومبين تايم نورمال، والتي تي ثرومبين تايم ايضا نورمال. السبيسيفيك اساي فور ذا فاكتور هو هون هذا السبيشال او الكونفورماتيف دايجنوزيس هو السبيسيفيك اساي فور ذا فاكتور. unless the patient has an inhibitor to factor 8 او factor 9 mixing of normal plasma with the patient plasma result in correction of the IPTT. مثلا هذا جاء عنده prolonged IPTT ضافوا له نورمال بلازما صار كوركشن، لكن في حاله انه عنده انهبيتر ما في كوركشن. اوف كوركشن داز نوت اكر ان ذا ميكسينج ان انهبيتر مي بي بريزنت. وش الشخص عنده ان حطينا له نورمال بلازما وما تعدل، نقوم نعمل له كوانتيتيف بيثيس ذا سي سبيشال هذا دايجنوستيك تيست فور ذا انهبيتر. شنو علاج الهيموفيليا؟ سابقا كنا نعالج المريض وقت البليدنج، من يصير عنده نزف يجي ننطينه العامل what is available، لكن هو العلاج حتى ايش؟ حتى نخلص من spontaneous bleeding او من life threatening bleeding. اذا جانا الطفل يحتاج العامل فلازم احنا عندنا معادلة تحفظوها حتى تعرفون ايش قد يحتاج كم يونت. المعادلة تساوي desired level اللي هو هذا multiplied by the body weight وزن الشخص multiplied by 0.5، هذا النتيجة كم يونت من العامل الثامن. أما إذا كان الديفكت بالعامل التاسع أيضا الديزايرد ليفل نضربه في البودي ويت ونضرب بالكيلوغرامات ونضربه في 1.3، هاي النتيجة تطلع لك كم يونت يحتاج الطفل المصاب. سابقا كنا نعالج المريض وقت ما ينزف يجي نوقف نزفه ننطينه العامل، لكن العلاج الامثل هو البروفيلاكسيس. It is the standard care. اشنو البروفيلاكسيس؟ اكو primary prophylaxis اكو secondary prophylaxis. primary prophylaxis من شخصنا انه المريض عنده هيموفيليا راسا نبدي معانه نقول له هذا هل قد ياخذ هل قد يونت تنطونه نعلمه نحط لهم سي في لاين او يحطوا لهم كانيولا ويتعلمون ياخذونه على البيت العامل ويستعملونه مرتين بالاسبوع، هذا حتى لا يصير عنده
سسسيف بليدنج. واذا ما كان اخذ برايمري بروفيلاكسيس وصار عنده تارجت جوينت نبدي معانه سكندري بروفيلاكسيس نفس الشيء، بس انه بديناها متاخره. هاي بحالة الهيموفيليا السيفير كانت. لكن إذا كانت مالد هيموفيليا أكو علاج اسمه ديسموبريسين أسيتيات إفيدم. الديسموبريسين أسيتيات ينعطي انترانيزلي على شكل سبراي. إذا كان وزنه أقل من 50 كيلو ياخذ 1 سبراي، يعني بخة واحدة، والأكثر من 50 كيلو ياخذون 2 سبراي. هذه الجرعة مال الانترانيزل ديسموبريسين أسيتيات. الديسموبريسين أسيتيات أيضا نستعملها بحالات أخرى بالبيتوتري ريبليسمنت في حالة الانيوريسيس، لكن غير دوز. هون هاي الدوز اللي هي 1 سبراي لأقل من 50 و2 سبراي لأكثر من 50، هاي في حالة الهيموفيليا. عندنا preliminary trials of factor 9 gene therapy are underway. مثل ما قلت لكم الجين ثيرابي are underway in many diseases. في حالة الميوكوزال بليدنج يجوز نستعمل انتي فايبرونيتيك such as امينوكابروبيك او الترانكسيمينيك اسيد. هذا مثل ايش؟ مثلا اعطوني مثل عليهم. حالة الميوكوزال بليدنج ايش نستعمل؟ مرات يفيدنا ها امينوكابروبيك اسيد. ايش امينوكابروبيك اسيد؟ اين انتم؟ هل أنتم معي؟ مثل الكونستان، كونستان قد يفيدنا بالميوكوزال بليدنج. زين، حتى بالنسائية يمكن كنا أخذتهم مرات بالمينوراجيا ينطونه. Other mode of therapy هو الإيموكسيماب. هذه البيولوجيكال ثيرابي اللي لسه موجودة في علاج أغلب الأمراض. كان بريدج، يعني تعبر الفاكتور 9 اللي بينه الديفكت، thus restoring functional activated factor 8 activity in patient with hemophilia with or without factor 8 inhibitor. يعني هذا الاموكسيماب ايضا كان يفيدنا ليش؟ بريدج ذا فاكتور 9، يعني خلينا نحافظ على الاكتيفيتد فاكتور 8 فيفيدنا في حاله الهيموفيليا. اللي عندهم ولا ما عندهم انهبيتر ممكن يستفادون من الإيموكسيماب. البروفيلاكسيس مثل ما قلنا هي الام او الاوبتيمال ثيرابي. اكو برايمري بروفيلاكسيس اللي هي نبدي معاها من الفيرست جوينت هيموريج. يونج تشيلدرن ريكواير انسرشن اوف سي في كاثيتر تو انشور فينوس اكسس، حتى بالبيت يقدرون يعطونه. السكندري بروفلاكسيس مثل ما قلت لكم بعد ما صار عنده جوينت تارجت جوينت نبدي معانه بال ما كان بدينا بالبرايمري نبدي معانه بالسكندري بروفلاكسيس. تريتمنت اوف انهبيترز منهم هذول المرضى اللي عندهم انهبيتر وما يستفادوا من العامل. كونتينيود ريجولار انفيوجن ننطينه العامل بصوره مستمره. ديسنسيتايزيشن بروجرام ان ويتش هاي دوز يجوز ننطينه هاي دوز من العامل ايضا يفيدنا. والروتوكسيماب ايضا يفيدنا في الانهبيتر. وف ذيس انستايزيشن فيل بليدنج ايبيزود ار تريتد وذ ايذر ذا كومبوننت فاكتور 7 او اكتيفيتد بروثرومبين كومبلكس كونستريت. مرات اذا ما عندنا العامل الثامن او العامل التاسع شوفون اكو شيء اسمه الكومبوننت فاكتور 7 ايضا يفيدنا، لان هذا يحور لنا يعبر لنا العامل الناقص. مود السبورتيف كير، احنا لازم قلنا في جميع الامراض عندنا في شيء اسمه سبورتيف او هيلث ادجوكيشن، نشرح لهم نفهمهم الديزيز اشنو الديزيز اشنو الاجريفيتنج فاكتور حتى نحاول نعمل له بريفنشن. ما هذا المفروض نفهمهم بانه هذا عنده لايبل فور بليدنج والمفروض يبتعد عن التروما والى اخره. فالانتسيبيتوري جايدنس انكلودينج ذا يوز اوف كار سيت، طفل ما نخلينه بالسيارة حر يتحرك ويتعرض إلى صدمات. سيت بيلت الحزام and bike helmets الخوذة الوقائية and avoidance of high risk behavior، لا يصعد في مناطق مرتفعة ولا يستعمل الألعاب الحديدية والمعدنية والأشياء الجارحة الحادة.
should avoid aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory drug. جميع المرضى اللي عندهم نزف على الطبلات نكتب لا يعطى اسبرين ولا يحقن بالعضاء. The child with the breathing disorder should receive vaccination against ليش؟ لأنه هذا راح ياخذ العامل الثامن أو ياخذ بلازما أو في إذا ما كان متوفر ياخذ بلاد فيحتاج إنه ننطينه نعمل له vaccination hepatitis B and should be screened periodically for B and C and HIV and abnormality in liver function. هذول المرضى دائما حتى مرضى الثلاسيميا اللي on blood transfusion أي patient on blood transfusion إحنا عندنا محاذير بأنه لا يصير عنده هيباتيتس بي أو سي أو إتش أي في، فهذين ننتبه للفاكسينيشن للهيباتيتس بي ونتابعه للمريض ونعمل له سكرينينج إذا صار عنده بي أو سي أو إتش أي في حتى نتخذ الإجراءات الضرورية والوقائية. Chronic complication of hemophilia هو chronic arthropathy مثل ما قلنا إذا صار عن target organ و development of an inhibitor to either the factor 8 أو 9 to patient and family education مثل ما قلنا education و prevention and treatment of the complication. فنفهم بأنه أكو chronic joint disease in, و أكو inhibitor as well as an infection C will be will HIV. Such center involve a team يحتاج team therapy that include physician, nurse, orthopedist, physical therapist, and psychosocial worker. جميع هذه السنترز اللي المعنية بعلاج أمراض معينة لازم يكون بها team therapy. هسا خلصنا الهيموفيليا نيجي على الفون ويلبراند ديزيز. الفون ويلبراند ديزيز is common and inherited autosomally. الهيموفيليا inherited X-linked. هون الفون ويلبراند autosomally. The mutation in different loci that code for different functional domain of the von Willebrand factor. هون defect. ينطينا different variant of von Willebrand disease. فشو نعمل classification of von Willebrand disease on the basis of إما the protein is quantitatively يعني كميته قليلة نسمينه type 1 أو qualitatively abnormal نوعيته غير طبيعية type 2 أو للتالي absent هذا الفاكتور البروتين فيصير type 3 quantitative qualitative أو absent هذه the classification of von Willebrand disease. إيش هو هذا von Willebrand factor؟ إيش أهميته؟ إيش يشتغل؟ أولاً play an integral role in mediating adherence of the platelet at the site of endothelial damage. يعني إيش معناته؟ معناته راح يأثر لنا على platelet function. فإذا راح يقل راح يعمل عندنا platelet dysfunction. هاي وحدة. اثنين bind and transport factor 8 هو الحمال أو الناقل للعامل الثامن. ولهذا تشوفون المانيفستيشن مالته من يقل نفس المانيفستيشن of hemophilia. فالفون ويلبراند فاكتور يشتغل يحفز لنا البليتليت ادهيرنس وينقل لنا العامل الثامن. كلينيكال مانيفستيشن ميوكوكوتينس بليدنج وكوتينس بروزنج اند مينوراجيا. السيفير ديزيز ذا بيشنت ماي هاف مانيفستيشن سيميلر تو هيموفيليا اي بالسيفير منو سيفير ديزيز اللي ابسنت بيكوز فون ويلبراند فاكتور از ان اكيوت فيز بروتين stress will increase its level. عشان acute phase protein تشوفون مثل أمثلة عليها مثل C-reactive protein يرتفع ببداية الديزيز وإلى آخره. أيضا von Willebrand factor يعتبر acute phase protein. Laboratory investigation APTT prolonged ليش؟ لأنه هو ينقل العامل الثامن فراح يقل العامل الثامن يعملنا prolongation. Bleeding time ايضا prolonged ليش؟ لانه راح ياثر لنا على البليتليت فانكشن عملنا البليتليت ديس فانكشن. البليتليت نمبر نورمال البي تي نورمال والتي تي نورمال. البليتليت فانكشن اناليسيس هاز بين كونسيدرد از ا سكرينينج تيست. هذا اذا نعمل سبيشال تيست فور ذا بليتليت فانكشن. فون ويلبراند فاكتور تيستينج هون هذا هو الدايجنوستيك. الدايجنوستيك هو الفون ويلبراند فاكتور تيستينج يفحصنا الاكتيفيتي والستركتشر والانتيجين.
أيضاً أكو molecular genetic testing for von Willebrand disease and variant of this disease. Genetic testing. التريتمنت بالفون ويلبراند ديزيز يعتمد على التايب اوف فون ويلبراند ديزيز، اذا كان مثلا مثل ما قلنا تايب 1 او 2 او 3، والريزن فور تريتمنت ليش نعالجه. ان جنرال تايب 1 بيشنت ميت بي تريتد وذ ديسموبريسين لانه مايلد، عنده فاكتور بس شويه كان قل، فهذا يحتاج ديسموبريسين مثل المايلد هيموفيليا. التايب 2 تايب 3 يحتاج إلى von Willebrand factor containing concentrate similar to the treatment of hemophilia. أكوش concentrate خاص بينه von Willebrand factor مركز، فيحتاج جماعة التايب 2 تايب 3. أما التايب 1 يعامل معاملة mild hemophilia. For all type of von Willebrand disease, injection therapy should be considered when possible, such as the use of antifibrinolytics such as aminocaproic acid for oral surgery مثل ما حكينا بالهيموفيليا اي وقلنا يحتاج الشكل، او هرمونال تريتمنت فور مينوراجيا، يعني صارت ادوليسنت او اكبر وصار عندها تجي البرزنتيشن مالتها مينوراجيا، يعني بالاضافه الى علاج السبيسيفيك نعطيها ايضا هرمون ثيرابي حتى نعمل عندها ريجوليشن للمسترال سايكل. Dental extraction and sometimes nosebleed can be managed with both desmopressin and antifibrinolytic. مثل ما قلنا antifibrinolytic مثل البونستان الامينوكابرويك اسيد، هذول يستخدمون بالميوكوزا البليدنج بالهيموفيليا والفون ويلبراند. هسه خلصنا الهيموفيليا، نجي ظل عندنا 10 سلايدات نتحدث بيهم عن البليتليت ديسوردر. ليش؟ لأن البليتليت ديس أوردر إذا قل النمبر أو الفانكشن أيضا راح تأدينا إلى حدوث النزف، فأيضا هذا من ضمن البليدنج ديس أوردر. You should know what is the normal count of platelet من 150 إلى 450 هذه تعتبر normal، أقل من 150 تسمى thrombocytopenia. أشني أسباب الثرومبوسايتوبينيا؟ إما decrease production أو increase destruction. increase destruction أو decrease production عملنا thrombocytopenia. The most common thrombocytopenia اللي تجينا بالأطفال هي idiopathic أو autoimmune thrombocytopenic purpural ITP. The most common cause of acute thrombocytopenia هي ITP. epidemiology incidence 1 بال20,000 children. 1 بال20,000 children. The onset 1 to 4 weeks after exposure to viral infection. تشوف عادة تصير بنهاية الوينتر وبداية السبرينج من تكثر الأمراض الفيروسية، فيتكون antibody يحطمنا البليتليت. The male and female equally affected. The ITP seem to occur more often in late winter and early spring after the peak season of viral respiratory illness. clinical manifestation تجي حالة حال any bleeding، لكن clinical manifestation نقسمها إلى إما يكون no symptom كلش mild وما تظهر عليه علامات، أو mild symptom، أو moderate أو severe. differential diagnosis the presence of abnormal findings such as، يعني نحن أبو الـ ITP عادة يجينا a febrile active healthy acute representation of this PTKI and the process. لا عنده سبلينوميغالي ولا هيباتوميغالي ولا لنف ادينوباثي ولا بون بين، كل شيء ما عنده، يعني ما نفكر بأذر دايغنوزيس. لكن شو وقت نفكر بالديفرنشال دايغنوزيس؟ إذا كان عنده abnormal finding مثلا كان عنده هيباتوسبلينوميغالي ومعانه البليتليت قليلة، أو بون أو جوينت بين والبليتليت قليلة، أو لنف أدينوباثي معانا البليتليت قليلة، بهالحالة هاي نفكر لها يكون مالجنسي جماعة اللوكيميا وإلى آخره. When the onset is insidious تدريجي نفكر بيها، وخاصة بالأدوليسيت نفكر بالكرونيك ITP أو SLE is more likely. chronic ITP أو SLE. chronic ITP إذا كانت الITP طولت أكثر من سنة نسميها chronic ITP.
وكود بي ون اوف ذا بريزنتيشن او مانيفستيشن اوف اس ال اي يجون عندهم ثرومبوسايتوبينيا. فالديفينيشن دايجنوزيس يعني انا ما اجي على مريض هو هيلثي ونو هيباتوسبلين ميجالي ونو في ادينوباني ونو في ادينوباثي وهيلثي 100% واجي اخذ ديفينيشن دايجنوزيس لوكيميا. لا، ايمتى اخذ ديفينيشن دايجنوزيس لوكيميا او مالجنسي؟ اذا شفته عنده هيوج، عنده هيباتوسبلين ميجالي، عنده نف ادينوباثي، عنده بون بين، تمام. لكن في الحالات الاخرى لا. الاوتكم 70 ل 80% يصير عندهم سبونتينس ريزوليوشن، اقل من 1% يصيرون عندهم انتراكرينيال هيموريج، 20% يروحون الى كرونيك اي تي بي اللي تطول ازيد من سنه. لابراتوري فايندينج، البليتليت لو والبون مارو نورمال، الاج اي في ستدي شود بي دان، بليتليت انتي بودي تيستينج از سيلدم يوسفل ان اكيوت اي تي بي، دايركت انتي جلوبولين تيست الكومز تيست اف ذير از انكسبلايند انيميا. ليش نقوم نفكر لا يكون ايفان سيندروم؟ ايفان سيندروم اشنو هو؟ انكسبلايند هيموليتيك انيميا زائد ثرومبوسايتوبينيا. انتي نيوكليير انتي بودي شود بي كونسيدر ان ادولسنت. عم نفكر بالاس ال اي، هذا مريض الاي تي بي يحتاج نعمل له بون مارو اسبيريشن او بايوبسي او ما يحتاج؟ الحقيقه اذا قلت لكم كوايت هيلثي ما يحتاج، اما اذا كان عنده اب نورمال بالكومبليت بلود بيكتشر، شفنا عنده اب نورمال وايت بي سي او اب نورمال ديفرنشال كاونت، او كان عنده سيفير الهيموجلوبين ديفيشنسي سيفير انيميا، هاي بالحاله هذه نعمل له بون مارو لان نخاف لا يكون مالجنسي. Other thing, other indication for bone marrow clinical finding من ال history أو physical examination. إذا كان عندنا any suggestion of bone marrow failure أو malignancy نعمل له bone marrow examination. ما عدا هاي الحالات ما نعمل bone marrow. No need. علاج ال ITP therapy seldom indicated for platelet count greater. إذا كان أكثر من 30,000 عادة 80% راح يصير عندهم spontaneous resolution فما يحتاجون علاج، فقط observation لا يتعرضون الى تروما. البليتليت ترانسفيوجن ان اي تي بي از يوجوالي كونترا انديكيتد انليس لايف ثريتنينج بليدنج از بريزنت. ليش كونترا انديكيتد؟ لان ما تحلنا المشكله. البليتليت ترانسفيوجن ما راح تعيش عنده اقل من 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 5 ايام فما تفيدنا، لكن الا 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 في حاله لايف ثريتنينج بليدنج. بهالحاله هذه نستعمل جميع الاسلحه الممكنه في العلاج ومن ضمنها حتى البليتليت كونسنتريت. فايش هي العلاجات المتاحه؟ قلنا اولا نو ثيرابي، فقط اوبزرفيشن. الخط الاول اذا نوينا بالعلاج الاي تي بي هو الانترافينوس اميونوجلوبولين فور تشيلدرن هو بريزنت وذ ميوكوكوتينوس بليدنج، والدوز 1 غرام لكل كيلوغرام بير داي فور 1 تو 2 داي اندوز رابيد رايز ان ذا بليتليت كاونت. اذا وزن الطفل 20 كيلو راح يحتاج الى 20 غرام ننطينه هو اليوم، وغدها ننطينه 20 غرام وانتهت المشكلة. إذا ما كان موجود الاميونوغلوبين نجي نستعمل كورتيكوستيرويد، والدوز اوف كورتيكوستيرويد 1 إلى 4 ملغرام، عادة ناخذ 2 ملغرام بر كي جي، وننطينه هو فور شورت كورس انتل رايز ان ذا بليتليت كاونت، إلى أن ترتفع البليتليت نتابعه ترتفع تزيد عن ال 20 أو 30 نبدي نعمل تابرنج بالكورتيكوستيرويد أو نوقفه. عادة الكورتيكوستيرويد إذا استخدم أكثر من أسبوعين يحتاج تابرينج، أقل من أسبوعين نقدر نوقفه without tapering. The rule for splenectomy فقط in the older child أكثر من 4 سنين with severe ITP that has lasted more than 1 year يعني صار chronic ITP when life threatening hemorrhage. هاي الحالات اللي يحتاج بيها splenectomy. Alternative to splenectomy هم رجعنا على البيولوجيكال ثيرابي اللي هي الريتوكسيماب اللي استعملناها بالهيموفيليا مثل ما حكينا عليها. Only used for off-label in children to treat chronic ITP. يعني off-label بعد ما بينت ال contraindication, ال side effect, off-label مفتوحة للاستخدام بالchildren. 30-400 of children rituximab has induced partial or complete remission. أكو other mode of therapy اللي هو thrombopoietin receptor agonist.
احنا بالنسبه لنا والادويه المتاحه عندنا والمور سيف هو نستعمل الاميونوجلوبولين اذا متوفر، هذا الفيرست لاين اوف ثيرابي. اذا ما موجود الاميونوجلوبولين نستعمل الكورتيكوستيرويد. الانتراكرانيال هيموريج قلنا هذا نخاف منه، احنا بنشخص مريض عنده اي تي بي قلنا اكثر من 80% يصير عندهم سبونتينس ريزوليوشن وفقط اوبزرفيشن، ونفهم بانه لا يتحرك لا يتعرض الى انجري حتى لا يصير عنده لايف ثريتنينج هيموريج. نخاف من احنا فقط نخاف من الانتراكرانيال هيموريج اكثر شيء. طب ايش نعالجه؟ جميع الاسلحه المتاحه لدينا نستخدمها بهاي الحاله، من بليتليت ترانسفيوجن وترافينس اميونوجلوبولين وهاي دوز كورتيكوستيرويد، يعني كلها في نفس الوقت نعطيها، وبرومت برومت كونسلتيشن باي نيورو سيرجري اند سيرجري فور سبلينكتومي ايضا. ليش؟ لان من نعمل سبلينكتومي هو تمام ما عنده ان سبلينوميجالي، نعمل سبلينكتومي يزيد البليتليت يصير عنده ثرومبوسايتوسيس فنستفاد منه. جماعة الكرونيك اوتو اميون ثرومبوسايتوبينيا اذا نعرفهم هم 20% of patients who present with acute ITP have persistent thrombocytopenia for more than one year and are said to have chronic ITP. يعني نقول كرونيك اي تي بي هم اللي بدت عندهم الاي تي بي وبقت more than 12 months more than one year.